عدم إقرار أي زيادات في إنتاج النفط كانت أهم مخرجات الدورة العاشرة لاجتماع أوبك وشركائها بالجزائر، هذا رغم تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سبقت الاجتماع ودعا من خلالها إلى مراجعة أسعار النفط العالمية. اتفاق واضح بين المجتمعين على ضرورة عدم إقرار زيادات إضافية في الإمدادات، ما يسمح بالمحافظة على سعر النفط بين 70 و 79 دولارا للبرميل. les différents pays de l'OPEP et non OPEP. Donc nous continuerons dans ce sens pour faire aboutir un peu la stabilité entre l'offre et la demande. L'accord qui a été, je veux dire, c'est une continuité de l'accord. C'est la continuité de l'accord de juin 2018. Il est, à mon avis, satisfaisant car nous sommes quand même, on se dirige vers une stabilité. وزير الطاقة السعودي خالد الفالح وخلال الندوة الصحفية التي عقبت اختتام الأشغال أكد على ضرورة متابعة التغيرات في توازنات العرض والطلب مستقبلا، وأشاد باستقرار السوق البترولية بفضل الجهود المشتركة للدول الأعضاء. التجمع هذا من أوبك وخارج أوبك من 25 دولة التي وقعت على اتفاق التعاون في 2016 استهدفت إعادة التوازن لأساسيات السوق بين العرض والطلب وخفض المخزون العالمي من التخمة الذي كان يعاني منها في عام 2015 و2017 إلى حد كبير تم تحقيق ذلك. من جانبه الأمين العام لأوبك محمد سنوسي باركيندو دعا إلى مواصلة الحوار والتعاون حول تقلبة السوق من أجل الحفاظ على توازنه. لابد من بذل جهود خلال الأشهر المقبلة، فإن الجي أم سي سي سيواصل مراقبة ظروف السوق الدولية ومستوى الالتزام بهذا وللتوافق والالتزام 100%. ويبقى تحقيق الامتثال بنسبة 100% أهم تحديات منتجي أوبك وشركائها مع حلول سنة 2019، الأمر الذي من شأنه خلق التوازن في السوق النفطية على المدى المتوسط.